رحلة الاستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني ما بدأتش السنة دي، ده طريق بدأنا من سنين، مليان خطوات بدأنا فيها بنفسنا. لما حولنا كل ورقة لرسالة وكل إجراء لدوسة ومشاريع بدأنا معاها من أول خطوة عشان تنتج طاقة نظيفة متجددة، وأنظمة حفظنا بيها على الورق والطاقة في خطوة واحدة. رحلة مليانة حكايات مكتوبة بإيد أكتر من 180 شاب وسيدة في عزبة خير الله، بتحكي عن كل سطح زرعوه وحرفة أحيوها ومنتج أعاد وتدوير، وألف قصة وقصة عن إنتاج وبيع أكتر من 9000 منتج مستدام، ومبادرات ملهاش نهاية بنكون بيها أول بنك يساهم في توعية العملاء بالأمن السيبراني والطلبة والموظفين، وبنشارك فيها مؤسسات مبادرتها توفير بيئة صحية لأهالينا في كل مكان. وفي وسط رحلتنا شاركنا ناس كتير رحلتهم، مع كل نهاية فكرة قديمة وبداية مرحلة جديدة، وكل مشروع كان صغير أو كبير، وأي تحدي وقف قدامنا بس ما وقفناش. والنهاردة جايين نحتفل بكل خطوة في مشوار الاستدامة معاكم.